السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة خفيفة كده، كل الشباب اللي طالعين دلوقتي بيحبوها قوي، يعني اللي هي من وصفات الأكل السوري. هنعمل بطاطس سندوتشات بطاطس سوري، بس النهاردة مش أنا بقى اللي هعملها، معايا الأنسة نور بقى واخدة بريك كده من الثانوية العامة وقاعدة زهقانة، فقالت هقوم بقى أنا هعمل الأكلة دي. اتفضلي يا أنسة قولي كده. السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب يعود علينا الأيام بالخير يا رب إن شاء الله. دلوقتي احنا هنعمل السندوتشات السوري، بطاطس السوري زي ما ماما قالت. بس هنعمل حاجة حاجة، يعني هي مكونة من كذا حاجة، يعني بتتعمل من خيار مخلل، والخبز بتاعها اللي هو خبز التورتيلا، والبطاطس بطاطس محمرة اللي هي أساس أصلا الساندوتش، وتومية، التومية اللي هي بتتفرد تحتها يعني، بس دي بطاطس مسلوقة لسه. ونقول كل حاجة واحدة واحدة. الأول حاجة أنا هبتدي بيها هعملها هي الخيار المخلل. طبعا هو مفيش خيار مخلل عندنا في البيت هنا، فطبعا يعني مش هنعطل الدنيا. ففي حاجة اسمها خيار سريع، ده ما بياخدش وقت خالص، بس هنعمله الأول عشان يلحق يبرد. أنا عندي هنا خيار غسلاه مغسول ومتقطع شرايح، ودول عودين كرفس وفلفل رومي او حامي على حسب ما تحبي، طبعا متقطع قطع صغيرة او مكعبات، ودي نص معلقة خل، نص كوباية خل. نص كوباية خل اتلخبط، ودي معلقة ونص ملح، ومعلقة صغيرة شطة، وربع أو نص كمون، وده توم، يعني توم متقطع حاجات صغيرة كده خالص. تمام، ده كده مكونات الخيار هتتعمل الأول عشان زي ما قلنا تلحق تبرد. دلوقتي معايا حلة مية، هي دلوقتي كده خلاص كده غليت. تمام، هحط انزل عليها بمكونات الخيار عشان يتعمل يعني، واول ما اللون يتغير بتاعه ويدي لون اصفر، اول ما يدي لون اصفر هيتشال على طول، مش هبقى محتاجه حاجه تانية اكتر من كده غير بس ان هو لونه يتغير ويتحول لاصفر. انا حطيت المكونات بتاعتنا اللي هي الناشفه، اللي هي النواشف يعني، كلها مع بعض كده، اللي هي الثوم والملح والكمون، كمون وشطه، ودي النص كوبايه خل اللي احنا قلنا عليها. نقلبهم كلهم كده مع بعض، وده بقى الخيار والكزبرة والفلفل برضه هتحطه كلهم كده مع بعض. هو ممكن لو ما فيش كرفس يتحط كزبرة خضراء، ما فيش كزبرة خضراء يتحط كرفس، المتاح ما فيش ده او ده، ممكن عودين شبت، ما فيش مشكلة برضه. نقلبهم بقى كده كويس، نقلبهم كده كويس، ونسيبهم بقى كده لحد ما لونهم يتغير، ونرجع تاني بقى نشوف لما لونه يتغير ويستوي شكله هيبقى عامل ازاي. طيب انا دلوقتي كده رجعت معاكم عشان هنعمل خبز التورتيلا. هو سهل جدا ان شاء الله. هي دي 4 كوبايات دقيق، ودي ميه عشان العجن بتاعي، ودي ربع كوبايه زيت، وعندي هنا معلقه سكر، ومثلا نص معلقه بيكنج باودر، يعني نص ممسوحه كده، وشويه ملح، نص ربع ملعقه ملح مثلا. تمام، وبس كده. احنا دلوقتي هنحط ده النواشف دلوقتي كده على كوباية المية. تمام، علشان لازم نذوب السكر الأول علشان السكر ما يقطعش العيش بتاعنا واحنا بنعجن وبنفرد والكلام ده كله، عشان السكر بتاعنا ما يقطعش العيش. خليهم يدوبوا كده كلهم كويس في بعض، خلاص كده تمام. وهنجيب دلوقتي كده حاجة أعجن فيها، حط فيها الدقيق، تمام، وهحط فيها الخليط بقى بتاعنا اللي احنا عملناه ده كده كله، حط الزيت، وبعد كده نحط الخليط، دي ربع كوباية زيت كده، هحط الخليط بتاعنا ده كده. وانت المية دي كفاية ولا هتعوزي مية تاني؟ على حسب بقى ما نيجي نشوف.
طيب تمام، في حاجة عندي. ودي معلقة. نفضل بقى نقلب فيها لحد ما تنسف، يا ولا هفضل عايزة شوية كمان؟ مية دافية تاني. استني ما اخلص بقى، استني لما اشوف الدنيا فيها ايه. طيب احنا هنرجع بقى نلمها كده كلها ونشوف الدنيا فيها ايه، ونرجع تاني بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه بيه. طيب دلوقتي كده انا جبت معايا يعني نص كوباية مية كده ولا حاجة علشان نكمل بيها بقية العجن، ودلوقتي وانا بعجن هخلي الدقيق كده كله اللي في الطبق بتاعي كده كله يختفي، وبعد ما كله يختفي هنزل بيها بقى اكمل بقية العجن بتاعها على الرخامة بتاعتي. طبعا الرخامة لازم تكون نظيفة. تم العجنة بقى لحد ما هي ما ايه تتماسك كده كلها تبقى في بعضها، ومفيش طبعا التلزيق ده. طيب انا دلوقتي كده قعدت اعجن لحد ما ايه الدقيق بتاعي كده اختفى من الصينية. دلوقتي كده انا عشان اعجنها تاني يعني بقى عشان يبقى الملمس بتاعها كده ناعم، تمام، حطيت شوية دقيق على الرخامة بتاعتي وهنزل العجينة. هنزل العجينة على الرخامة وهكمل ايه هكمل عجن فيها. هتعجني فيها لمدة قد ايه؟ 5 دقايق لحد ما تلم وتنعم خالص. طب هي لو لسه بتلزق ما يبقاش فيها تلزيق، نحط لها دقيق تاني صح؟ سنة صغيرة يعني؟ اهو دلوقتي كده احنا لمينا العجين كده كله كده خلاص، تمام. وبس بعمل كده اللي هو انعمها عشان اعرف افردها، تمام. بعد كده اروح جايبها كده وبرميها لجوه بالراحة خالص عشان ما تتقطعش معايا كده اللي هو ايه. الحركة دي، ايوه الحركة دي بتاعتي انت غشها مني. طولها كده كلها مقاس واحد، اهم حاجة تكون كلها مقاس واحد عشان لما تتقطع تبقى كلها زي بعض، لو مفيش حتة كبيرة وحتة صغيرة والجو ده، تمام. امسك سكينة كده بقى وايه ابتدي اقطع. حاول واحنا بنقطع يبقى كلهم كده التقطيعة كلها مقاس واحد. نمسك اول واحدة كده نقعد نعمل فيها كده، تمام. ايه ليه تبقى واخدة الكيرف ده كده او الدايرة دي كده من بره عشان ما تحط على صينية فيها زيت، تبقى ايه لما تيجي تتنفخ كمان تبقى واخدة الشكل الحلو ده. نعمل واحدة كمان ايه تلكحها من ورا كده حتى بتبقى شكلها حلو. طيب دلوقتي كده انا جبت صينية، تمام، ودي فرشة عشان بس نفش فيها الزيت، وده الزيت اهو كده هحط نقطة زيت بسيطة خالص. هو ينفع نحط كمان دقيق صح؟ يعني لو ما فيش زيت. الاتنين هي اهم حاجة، بس عشان لما تخمر ما تبقاش الصينية. وهفرش الزيت كده في الصينية وهي هتخمر ازاي وهي ما فيهاش اصلا خميرة؟ قصدك اما تريح؟ تعالى اما تريح يعني. بالظبط. تمام هجيب الكور بتاعتي دي كده واحطها هنا كده بالراحة، تمام، وهعمل مسافة ما بينهم عشان لما تعلى ما تلزقش في بعضها. اما تريح. ماشي يا ماما. ما تريح، هكمل بقية الصينية وتسيبها ترتاح ونشوف بقى هنعمل ايه اللي بعديها، نشوف هنعمل ايه بعدين. ادي كده الخبز التورتيلا بتاعي بعد ما قطعته ورشيت زيت في الصينية ورصيته كده وكل حاجة بعيدة عن بعضها، تمام. انا دلوقتي كده هغطيها بأي حاجة، ولكن مثلا كيس او حاجة او الستريتش فوم مثلا، بغطى كده شوية لحد ما ايه هتسيبيه قد ايه؟ ما تعلى نص ساعة ممكن تعلى برضو؟ تعلى
ما انا مقلتش تخمر. لغاية ما طيب تريح. لغاية ما تريح عشان نزعل هي ماما. بس معلش عشان هي جديدة في المطبخ، ففي بعض المصطلحات كده هي ملهاش فيها قوي. طيب وده بقى الخيار المخلل اللي احنا عملناه مع بعض ده، منظره بعد ما مستوى زيه زي الخيار التاني بالظبط، يعني مفرقش عنه حاجة. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل التومية اللي هي بتتفرد تحت السندوتشات. تمام، انا دلوقتي كده عندي دي، انا كنت عاملة منها كمية بس طبعا هنعملها تاني قدامكم. دي بطاطساية، بطاطساية متقطعة ومسلوقة، بتتسلق في نار، بتتسلق على النار عادي جدا بس متحطلهاش اي حاجة، يعني لا ملح ولا كمون ولا اي حاجة خالص، بتتسلق في مية بس. يعني بعد ما تغلي بحطها واسيبها تستوي، احطها اقطعها كده واسيبها تبرد خالص، ما تبقاش ايه، ما تبقاش سخنة. طيب وعندي هنا زيت، احنا الزيت ده مش هنحتاجه كله، تمام، وده ملح ودي الفلفل، تمام، ودي مية بس عشان نضرب بيها ال ايوه ولا حل. دي خلي اتلخبط وده توم، تمام. احنا التومية اساسها التوم طبعا. اه طبعا دلوقتي بقى كده في كبة بقى، في خلاط يعني الموجود او المتوفر، احط ده في المعلقة، احط ده كده في الكبة، تمام، بس هكذا بس، وهحط عليها الملح والفلفل بتاعي. هي اهم حاجة لما تتعمل تبقى كريمي كده خالص، يعني ما فيهاش قطع، يبقى ما فيهاش قطع خالص. ممكن الزيت نضرب شويه وبعد كده بنحط الزيت، يعني الزيت في مرحله تانية لما بس نضرب فيها شويه. طيب انا هضربها ونرجع نشوفها مع بعض لحد ما ايه، نرجع نشوفها تاني. طيب احنا دلوقتي كده خلصنا التومية وضربناها في الكبة بتاعتنا لحد ما ايه، ما قلنا انها تبقى معمولة كريمي. يعني على فكرة التومية بره بتتعمل بالنشا ومية سخنة، وطبعا دي مضرة يعني مش كويسة، انما ما احنا فيهاش قيمة غذائية ما يعني. فيهاش قيمة غذائية، انما احنا هنا عاملينها بالبطاطس وتوم وحاجات وحاجات حلوة يعني كتيرة، يعني معمولة في البيت يعني اضمن، وقيمة غذائية برضو عالية. ده القوام بتاعها احنا عاوزينها تبقى عاملة كده عشان نعرف ايه نتحكم فيها في اسكيري فرد ايديك الشمال كده وري القوام بتاعها بايديك الشمال. كده ايوه كده. مش عارفه انت ابعد الكاميرا. كده. اه تمام، انا عندي هنا البطاطس اللي هي الصوابع احنا قطعناها، تمام، دي اللي هي هتتحط بقى طبعا في السندوتشات وكده، احنا قطعناها سلايزات كده، تمام، زي اكننا هنقلي بطاطس عادي جدا. بس قبل ما قليناها، عشان احنا محتاجه ان احنا لما تحط في الساندوتش بتاعنا تبقى ايه مقرمشه، فجبناها قطعناها وحطيناها نقعناها في ميه وخل لمده مثلا 15 دقايق كده، وبعد كده شطفناها. احنا دلوقتي طبعا هنقليها، طبعا احنا مش محتاجين بقى، احنا معروفه طبعا هي بتتقلي ازاي، فمش محتاج. مش هتعملي التصوير بتاع البطاطس يعني اختصارا للوقت، اه وكمان يا الناس عارفة ان هي بتتحمر ازاي. بالظبط، هي طيب حاجة تمام. واحدة. ده العيش بتاعنا بقى بعد ما ايه مريح، هناخدها بقى دلوقتي كده، هات الصينية. ماشي انا المساعد احنا. بتاعك النهارده. انا شغالة مساعد معاك النهارده. ودي بس سلطانية فيها زيت كده وايه شوية زيت كده، نفردها على البتاعة بتاعتي، تمام. حط دي بقى، هي بقى مش محتاجة خالص نشابة بقى ووجع قلب والجو ده، هي بس أهم حاجة ايه متخليش حتة تخينة، نفردها كده. تمام هي كده، ده امشي فيها كده ايه لحد ما يعني ايه هتفضلي ماشية معاها لغاية ما تتفرد معاكي. بس اهم حاجه ما تتقطعش، اه هي ما شاء الله عشان خاطر العجينة ريحت كويس فمدياني اللي انا فماشية معاكي عايزاه، كويس. اه اهم حاجه ما تبقاش بس في حته عاليه وحته كده، يعني بدي كل حاجه حقها. خلاص هي بتهيألي كده كفايه، لا وسعي شوية. كفايه ماما. لا لا وسعي شوية كده هيبقى تخين شوية. أيوة كده ما شاء الله.
طب احنا ممكن بقى عشان نروح على البوتاجاز ممكن نكمل بقية العيش. انا افرد لك وانتي تسوي حط على النار. عشان عايزين بقى ناكل بقى، عشان احنا تعبنا. تمام، يلا هي كده تمام اوي. دلوقتي كده احنا رجعنا تمام، وحطينا اول رغيف اهو. طبعا احنا فردناه على زيت زي ما وريناه حضراتكم، وحطيناه على النار اهو. هو خلاص يعني ما بياخدش وقت، مسافة بس لما يدي بس احمرار كده يتشال كده على طول. انا شغاله حسونه الفطاطري، انا بفرد العيش اهو ونور بتسوي. هو خلاص كده ما شاء الله قرب يخلص. ما بياخدش وقت خالص، بس اهم حاجه بعد ما بيطلع من على النار بيتحط في فوطه، علشان طبعا ده لو اتساب بس دقيقه بره الهواء متعرض يعني للهواء هينشف. فبضطر اول ما بيطلع بنحطه على حلو لونه كده. بنحطه جوه فوطه او جوه حاجه. وطيت النار شوية. هنحط رغيف تاني كده تاني قدام حضراتكم. بسم الله. على مالك، مفيش أي مشكلة، حتى لو باظ عادي. ما عندي متعلم بالظبط كده، افردي حطيه وافرديه بالراحة. انت اللي اصريتي ان انت اللي تعمليه. ما انا عملته قبل كده يعني. ماشي، بس انا عارفة ان وقفة الكاميرا بتوتر شوية. ما شاء الله بيلم بسرعة، بيستوي بسرعة. احنا حطيناه اهو كده، انا مش محترفه قوي كده يعني زي ماما، بس يعني ادينا هو بنحاول يعني. وانا كنت عملت قبل كده السندوتشات البطاطس السوري قبل كده، هي بقى طبعا عجبتهم. ف يعني انا كنت بجرب يعني. احنا استغليناها. انا كنت بجرب، احنا قلنا لها تعملها لنا مرة كمان، بس قلنا بقى المره دي نعملها ونوريكم هي بتتعمل ازاي. انا قلت خلاص لها بصراحة في ناس ما بتعرفش تعملها، ممكن توريها بنات صغيرة زي كده يخشوا المطبخ يعملوها، هي حاجة سهلة حلوة أوي، يعني. سهلة أوي. مكوناتها أكيد طبعا في كل بيت يعني، حتى لو الخيار مش موجود احنا ورينا دلوقتي الخيار بيتعمل ازاي، فا يعني مفيهاش حاجة صعبة خالص. تمام، حلو كده. لما بس ياخد الناحية التانية الأول. طيب انا بس هشيل الرغيف ده ونكمل بقية الكمية، وزي ما قلنا بنخلص وبنحطه في جوه فوطة او جوه حاجة طرية عشان ما ينشفش. خلص بقية الكمية ونوريكم بقى بعد ما خلص بقى شكله عامل ازاي. طيب احنا رجعنا دلوقتي كده تمام، خلصنا كل الكمية بتاعتنا حوالي عملوا 14 رغيف صح، مش 14، من كام كوباية دقيق؟ من 4 كوبايات دقيق عملوا 14 رغيف يعني كويسين جدا تمام. احب بقى اوريكم، بصوا يعني بصي بيطبق ازاي، ده من دليل ان هو ناجح يعني. طبعا مامتي ليها الفضل انها علمتني حاجة زي دي. حبيبتي. احنا دلوقتي كده خلصنا وجهزنا كل الحاجات، يا دوب احنا ايه هنحضر اوريكم يعني الساندوتش يتلف ازاي. انا جبت واحد رغيف اهو. انت قطعتي الخيار ازاي؟ قطعته ترانشات يعني. يعني بعد ما انت عملتيه في المية قطعتيه كده؟ تمام، حبيت بس اوريكم حاجه انه احتفظت بدي ما قطعتهاش. هوريكم بس حاجه، ده الخيار اللي ماما كانت مخليلاه قبل كده تمام، وده الخيار السريع اللي احنا عملناه. الاتنين واحد يعني مفيش فرق خالص يعني، ده زي ده. فيعني انا حبيت اوريكم يعني، حتى كمان بصي نفس اللون. فرق في الطعم واللون مفيش. لا لا خالص مفيش تمام. دي التومية بتاعتنا اللي احنا عملناها، هناخد منها مثلا كده زي معلقة تمام، نحطها كده حلوة، بتمط عاملة زي جبنة الموتزاريلا السايحة. وهنفردها. طبعا بره ما بيحطوش الكمية دي، لا بيلحسوها. بره بيحطوا كمية صغيرة جدا.
انا ما احبها. بتبقاش بطاطس بقى، بتبقى زي اللي انتي فاهماه. انا قلت نعملها كريمي وننعمها في الكبة او في الخلاط علشان تضر، يعني نعرف نفردها كده تدينا القوام ده. دي بقى شطة، يعني للي عاوز يحط شطة. انا ماما هنا طبعا ما بحب الشطة، زودي زودي، احنا جايين نحطها. لا زودي شوية كمان، مش هتلخبط، ما حدش هياكل ولا انا، ما تخافيش. تمام، نجيب بقى الخيار المخلل بتاعنا اللي احنا مقطعينه ترانشات، وايه وهنرصه كده. انا عايزه تكتري بقى براحتك يعني، بس هي الخيار بيبقى طعمه حلو كمان يعني. هي بره بتتعمل بنفس الطريقة دي على فكرة، بره الساندوتش ده بيتباع غالي، بيتباع بحوالي 20 جنيه، يعني احنا لو في حدود 18 حسبنا 20 يعني. يعني 18 او 20، يعني ايام الدراسة هي كانت بتجيبه كده يعني من بره يعني، وهي بتعشقه بصراحة، بس احنا لو جينا حسبنا كل اللي احنا عملناه مش هيكمل حق ساندوتش واحد. طبعا الدنيا قافله كمان عشان الحظر، الله اعلم هم فاتحين ولا لا، بس سمعت ان هو في ناس كده فاتحه وكده يعني. كفاية كفاية عشان تعرفي تقفليه، كفاية طب نحط حاجتين كده التاتش بتاعك. ها بالظبط. وكده بقى همسك كده، احنا حطينا البطاطس الصنع. تمام، هنمسك كده من ايه، نلف السندوتش خليه شويه. مبطط، خليه مبطط احنا هنبططه على الفرن ده على عالجريل. تمام. ممكن نعمل واحد تاني. ايه طبعا خدي طبعا اهو، اتحطها تحت لتحت بس. ماشي. ودي رغيف تاني اهو معاكم. تمام، ناخد التومية بتاعتنا نفردها انت كويس. عارفه ايه اللي اداها المطه دي؟ لما اتحطت في الخلاط او في الكبه مع الزيت ومع الخل، ادت مطه كده عامله زي بتاعه المايونيز، يعني بقى شكلها عامله زي الموتزاريلا، وطبعا مركزة وتقيلة كمان يعني، مش مش مخشوشه، ها مش محطوط لها ميه خالص. انا الاول اصلا كنت فاكرة ان السندوتشات دي بتحط لها يعني، انا حتى كمان من قبل ما ادوقها كنت فاكرة ان الابيض اللي هو ده كنت فاكرة مثلا المايونيز وكده. وطبعا انتي يعني بعد ما حطينا التومية دي يعني عايزة تاكليها بكاتشب، تمام، بس هو كاتشب يعني مش متوفر عندنا وكده. هي كده انا بالنسبة لي كده هي مش محتاجة حاجة خالص يعني، هي كده بتدلع عن يعني نفسها هي زي ما ممكن بنقول. كمان يتحط لها كاتشب؟ في عندنا كاتشب، في برطمان كاتشب صغير لو حابة. او كان بابا مشتري مع الحاجات، انا نسيت احط الشطة تحت ما فيش فمش مشكلة مشكلة، ما احطه فيش فوق. مشكلة. ده بقى يعني الشطة دي اختياري، اللي عاوز الشطة يحطها. كتر الشطة، حط بطاطس سوا. بس ده بجد سندوتش عظيم يعني، انا لما دوقته عجبني جدا. كفاية مو كفاية عشان تعرفي تلفيه عشان ما خلاص يتقطعش. انا بنسى نفسي. تمام بقى دلوقتي كده ايه، نلف واحنا بنلف ونبطل كده. طب ممكن اعمل واحد طبعا اهو دي؟ طب كده رغيف، انا في رأيي بقى ان انا احط حاجة في النص. التومية في النص. دي حاجة اختياري بقى، كل واحد هو حر. صح. أنا إيدي أسرع منك شوية. وانا على قدي بقى معلش. لا ما شاء الله عليك، في بنات ما تعرفش تعمل حاجة خالص، تعرفش تخش تعمل كل يا شيء. كتر خير الدنيا يعني. طبعا كفاية بطاطس. كفاية بطاطس، احنا عملنا ساندوتش اهو بالظبط، ونطلعه، نكمل بقى بقية الكمية طبعا عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. ونرجع واحنا بنحط على الجريل بقى نشوف بيتعمل ازاي على الجريل. طيب انا دلوقتي كده خدت جريل، تمام، وحطيته على نار وعليت عليه النار شوية عشان تسخن. دلوقتي كده انا جايبة زيت، تمام، وهدي بالفرشة دي كده زيت اللي هو يا دوب ايه حاجة بسيطة خالص، وهدي بيه كده
الزبدة عشان ايه؟ مش تديها لون، وطعمها حلو برضه. اصل نور لما عملت الوجبة دي المرة اللي فاتت انا كنت نايمة، وصحيت لقيت السندوتشات جاهزة، فانا ما شفتش هي عملتها ازاي. طيب انا دلوقتي كده دي السندوتشات اللي احنا حضرناها هحطها، واحط الفتحة بتاعتها لتحت عشان ما تفتحش يعني. بالظبط. بس هي لما هتتحط على النار هتنشف. دبست انا عمالة الف في سندوتشات. ممكن تاخديه وتخلصي تحطي فيه. ماشي شكرا. طيب انا عليت النار عليه شويه بس عشان ايه، بس ننجز يعني. تمام. وممكن بقى يعني دي اختياري، ممكن ايه نحط بس كده ايه حاجه كده من فوق، مش عشان لما تتقلب على الناحيه التانيه تبقى برضو فيها زيت، يعني انا مش هكتر زيت من فوق يعني. نبطل بقى كده الدور. لازم تدوس عليهم كده. ليه بقى؟ عشان تبقى طالعه زي سندوتشات بره كده. بالظبط، سندوتشات بره عشان بتبقى خاطر الجريل اللي يعمل فيها التجزيع اللي بيعملها دي. كمان عشان سندوتشات بره بتبقى عامله كده. ما احنا قلنا بقى احنا عايزين نطلعها زي سندوتشات بره بالظبط، يعني هي مش هتختلف حاجه عنها. ماشي يا شيف. الشيف الصغير بس انا بصراحه لما دقتها كان طعمها خطير، عجبتني بصراحة يعني. هي عجبت الكل. طيب دلوقتي كده هقلبها على بعض. اقلبي أول واحدة حطيتيها صح. نسيتي ولا ايه؟ انتي مسطرة ليه؟ لا مش عارفه اقلبها ايه. خليكي طبيعي خالص. لا حلوه. لا مش ملسوعه، هي لونها كده جميل قوي وخدت التجزيعه بتاعت الجريل. هي كمان بتبقى من بره بتبقى العيش بتاعها ده شكل الجريل كمان بتسيب قرمشه كده. بقية العيش بقى دوت احنا ممكن نحطه في كيس يتحط في الفريزر، او ممكن احنا ناكله بقى بالجبنة، احنا بنحبه بالجبنة قوي، يبقى طعمه خطير. لا العيش تشغل في كل حاجة يعني ما شاء الله، يعني مش بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى طعمه حلو جدا في كل حاجة. على معدك بس عشان ما تتلسعش. تمام. احنا ممكن بقى نعمل التوميه ونحطها في علبه ونحطها في الثلاجه الزياده بتاعتها، وممكن نعمل الخيار المخلل ونحطه برده في الثلاجه وقت ما نعملها، تبقى امورها ابسط من كده شويه، ان احنا بقى نحط نعمل نحمر بطاطس بس ونعمل خبز التورتيلا، وممكن لو قاعدين برضو في وقت فاضي نعمل خبز التورتيلا ونحطه في كيس ونحطه في الفريزر. طيب انا تمام كده، انا طلعتهم اهو تمام اهو، شكلهم حلو جدا. طبعا العيش من بره مقرمش، انا بس هروح اعمل بقيه الكميه ونرجع نقدم مع بعض الشكل في الاخر. طيب انا دلوقتي كده احنا خلصنا كده الوجبه بتاعتنا، وده شكلها بعد ما طلعت من على الجريل، هي هديت شويه. هي تنفع بقى غدا وكمان عشاء، هي وجبة سريعة وخفيفة وكمان مضمونة وتتعمل في البيت. احنا خلاص بقى احنا كمان خارجين من رمضان وكلنا زهقانين بقى من الاكل وكده، وزهقانين من اللحمة والفراخ، فده تجديد يعني، فهي حاجة جديدة وسهلة، واتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. من دلوقتي كده هقطع واحد معاكم.
وليكن ده مثلا أتمنى يكون ظاهر ليكم. ظهر ظاهر أوسو حاجة كده خفيفة تنفع العشاء أو غدا وبس كده. يعني أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب، وعايزين بقى تدعيمات بقى كتير كده الفترة اللي جاية دي، عشان يعني نشوف بقى الدنيا فيها ايه بقى يعني، ونعمل لكم حاجات جديدة، وان شاء الله يعني انا اشوف بقى كده الشاورما والفراخ بتتعمل ازاي، ونطلعها في فيديو تاني ان شاء الله، وهتبقى برضو نوع من انواع التغيير، احنا بقى زهقنا من كل حاجة. فاحنا قلنا بقى ايه، نعمل بقى سندوتشات البطاطس دي كده. إن شاء الله بإذن الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونكون أنا والأنسة نور خفاف عليكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو تاني. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في اللايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.